لقنا بكم مستمعينا، مازال مستمر دائما من خلال فقرتنا المتنوعة، وغادي نمشيو مباشرة لشيوات اللامولاتي عند المستمعة أم شمس، وغادي نتعرفوا جميع على الاقتراحات اللي غادي توجدنا اليوم. صباح الخير أم شمس. صباح الخير اختي سناء. صباح الخير، صباحتي لاباس عليك؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. صباحك مبروك، هذا بزاف. الله يبارك، بارك الله فيك بكم. الحمد لله، الله يبارك فيك اختي سناء، تبارك الله عليك وتبارك الله على جميع المستمعين ديال ميد غاديو. الله يبارك فيك، مرحبا بسلامك، شكرا لك بزاف. مرحبا، الله يبارك فيك اختي سناء، مبارك عواشرك. الله يبارك فيك لنا وعليكم السلام. الله رمضان يا ربي. امين يا ربي، يا رب العالمين يا ربي. امين ان شاء الله. الله يبارك فيك. عندي لكم اختي سناء يعني وصفات زوينه، غادي نبداو ان شاء الله بواحد الوجبه ممكن نحضروها للغداء او للعشاء، كتجي زوينه وكتعجب الوليدات. المرحله الاولى غنحتاجو فيها طريفات ديال الدجاج على حسب افراد الاسره. نكونوا غسلنا مزيان الدجاج على حسب السيده واش بغاتو نخليوه بالجليده ديالو او لا. المهم غسول مزيان ومنشف. غادي نحتاجو معاه جوج وريقات ديال سيدنا موسى او الرند، ثلاثة ديال الدروسه ديال الثومه هكاك صاينين، جوج معالق ديال الزيت اما العود او زيت الزيتون او الروميه بحال بحال، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملحه، وجوج معالق كبار ديال الخل. هادشي كاملو كتاخذ السيده طنجره او لا هكا شي كاسرونه تكون ثقيله، كنديرو فيها هذوك الطريفات ديال الدجاج مع هاد العناصر كامله، وكنغطيو داك الدجاج بالماء بحال بغينا نسلقوه. غير هو كنغطيو عليه، كنحطوه هكا شي اناء فوق منه، غير كيبان لينا داك الماء بدا كيغلى، مع كيدير واحد الكشكوشه كيخرج داكشي اللي في الدجاج، هذيك الكشكوشه كنزولوها وكنحسبوا ليه من ديك الوقيته من 10 حتى 15 دقيقه ما نضيفوش عليها، لان ما بغيناهش يطيب بزاف، باقي غادي يطيب من بعد. ها منين كدوز ديك 15 دقيقه كنصفيو الدجاج ديالنا. هذاك المرق سيده ما تسيبوش، تحتفظ به، دير به هكا شوربات اولا راه كيجي بنين بزاف، ولا ممكن تحط به الارز من بعد. المهم هذاك الدجاج كناخذوه كنسقطروه مزيان من الماء وكنوجدوا واحد لا ماريناد، هذيك فاش غنشرم له الدجاج غنحتاجوا فيها نص سيترو ديال اللبن، معلقه كبيره ديال لاصوص الصوجا، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الثومه مجفه ديك اللي مطحونه، وكذلك شويه ديال البصله مجفه ومطحونه، بيضه واحده كامله، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الهريسه على حسب الذوق. هادشي كله كتخلطوا السيده مزيان وكننزلوا فيه دوك الطريفات ديال الدجاج، من الاحسن يكونوا بردوا ولا دافيين ما يكونوش سخان. امونه المزيونه، وكنخليو هاد الدجاج هذا في هاد لاماغينات اما تخليه السيده ليله كامله او لا ساعه على الاقل. من بعد كناخذوا هاد الطريفات ديال الدجاج، كتكون السيده يعني موجده اما لا شابلوغ ولا السميده رقيقه ولا الفينو ولا دقيق القمح اللي متوفر عند السيده. كندوزوا هذوك الطريفات المره الاولى كاملين في هذيك اما لا شابلوغ ولا الطحين مزيان، كندوزوهم كاملين، وكتبقى باقي عندنا لاماغينات في داك الاناء اللي رقدنا فيه، وكنعاودوا ثاني نهزوا دوك الطريفات من بعد ما دوزناهم في لا شابلوغ، وكنعاودوا ثاني نرجعوهم لهذيك لاماغينات بحال بغينا نديروا جوج طبقات، كيجينا بحال داك الدجاج اللي كيتباع في المحلات فعلا، اللي كتكون طبقه مقرمشه من برا وفتي من الداخل بحال ديك الطريقه. كنعاودوا ندوزوا كل طريف عاوتاني في ديك لاماغينات، ونعاودوا ثاني نرجعوا لا شابلوغ. الا بغات السيده ديك الطبقه تكون كثيره ولا يعني تكون غليظه شي شويه، دوزوا من جوج حتى ثلاثه الخطرات. ما بغاتهاش، بغاتها تكون غير رقيقه، دوز غير خطره واحده صافي. كندوزوا الدجاج ديالنا كامل. هنا عندها الاختيار، اما ندخلوه للفران نستفوه ندخلوه للفران يتحمر، او لا نديروا واحد الحمام ديال الزيت، يعني نديروه في واحد الكويسرينه تكون الزيت شي شويه غالبه، وكنحطوا الطريف ديال الدجاج نزلوه في زيت سخونه حتى كيتحمر، يعني ما كنقلبوه ما والو، راه كيتحمر دغيا بسرعه صافي. كنزولو وكنخليو حتى كيتقطر يتنشف من الزيت، وكنقدرو تيجي زوين ان شاء الله. نعطيكم واحد الروز كيطراف معاه تيجي زوين. كنحتاجو في هذا الروز هذا زلافه ديال الروز صفر اللي كنكونو رقدناه في الماء ساعه من قبل، ربع ديال بصيله مشلده رقيقه، جوج دريسات ديال الثومه محكوكين، الفلافل ملونه واحد شويه، شويه ديال الجلبانه، مطيشه مقطعه غير صغيوره تكون مقطعه بالقشوره ديالها مزولين لها الزريعه، ربع مقطع رقيق، والزيتون الخضر مقطع كذلك، شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال الخرقوم، شويه ديال الزعفران الحور الا كان متوفر، اولا ديك شويه ديال الضويمه اي واحد شويه طريطقه، سكنجبير، وزيت العود، وشويه ديال زيت الروميه.
تسمحي لي اختي سناء على الصوت، راك عارفه ما كاين برد. انا ما كاينش. الله يبارك فيك. صافي هادشي كامله كناخذوا واحد المقله تكون غارقه اولا كوكوب، كنديروا فيها شويه الزيت وكنضيفوا فيها ديك البصيله وداك الثومه والفلافل، كنشحروهم شويه مع شويه ديال الملحه، من بعد كنضيفوا مطيشه والجلبانه والربيع والتوابل اللي ذكرنا كاملين، وحنا كنشحروا عاد في الاخر كناخذوا داك الروز كنصفيوه مزيان من الماء وكنضيفوا على داك الشيء كامله، وكنبقاو نقليو في الروز غير بشويه على عافيه مهيله حتى كنسمعوا ديك الروزه بحال كترطق، كنعرفوها انها تشربت داك الزيت وداك ودوك العناصر كاملين اللي عملنا. صافي كنعملوا كنديروا عليها الماء كامل الفوق حتى كيتغطى الروز من جزئين حتى ثلاثه كيتغطى الروز، وكنغطيو هكا شي هكا شي اناء من الفوق يعني ما نسدوش عليه، ونخليوه على عافيه مهيله حتى داك الروز كيتشرب داك الماء، وكتولي عندنا كل روزه بوحدها راه كيجي مفتت ما كيجيش معجن. فعلا ما كيجيش معجن مفرز معاه. كيجي غزال. يعطيك الصحه، يعني دي اكله متكامله كيجي زوين صراحه. ونبدلو شي شويه الوليدات ماشي اللي كاين خاصه الوليدات في العطله. ايه والعطله دابا ملي كتدخل الحال الوليدات كيبغيو هذا الشيء اللي يكون خفيف شي شويه. غنعطيك اختي سناء واحد البديل ديال وقت البسطيله، بزاف ديال الاخوات ما كتكونش حداهم متوفره الورقه ديال البسطيله وكيبغيو يعملوها كشهيوات، وهذه واحد ورقه البسطيله صراحه كتوجد بسرعه ومقاديرها صراحه قلال، يعني صراحه كتخرج داك الشيء زوين كتجي مقرمشه وزوينه. غنحتاجو فيها 400 غرام ديال الطحين فورص اللي كيعادل واحد ثلاثه الكيسان ونص ديال العنبه، 240 غرام ديال الماء، الماء عادي من الروبيني ولا كاس ونص الا بغيتي تعبر بكاس العلبه، شويه ديال الملحه، هادشي كامل. كناخذوا داك التقصريه ولا البول ديالنا كنديروا الطحين والمليحه وهذاك الماء، يعني راه الطاقه ديال الماء كتجي هي هذيك مع الطحين، كنعجنوها راه كتكون بحال العجينه اليوميه العاديه، كناخذوها نجمعوها بلا ما ندلكوها بلا ما والو، نغطوها بالبلاستيك ونخليوها ترتاح 10 دقائق. ايه من بعد كناخذوا هذاك العجينه مع كترخى كناخذوها كنحربلوها نديروها حربل كبير ونقطعوها تكون كويرات يكونوا قد المشماشه باش ما كانوا صغار باش ما مزيان. اييه من بعد كناخذ هذوك الكويرات كنبدا نفتح كل اربعه الكويرات كل اربعه بوحدهم غير شويه بحال هكا كنقرصوهم شويه هكا بالمدلك غير تقريطه خفيفه، وكندهنوا كل بحال مثلا الكويره الاولانيه كنفتحوها كندهنوها بالزيت وكنرشوا غير بالطحين مزيان. أيه. غير هي السر فيها تدهن مزيان بالزيت وترش مزيان بالطحين ما باقيش كيبان من بعد. وكنديروا ثاني الكويره اللي بسطناها شويه فوق منها ونعاودوا ندهنوا شويه الزيت ونرشوا شويه الطحين، نعاودوا الكره الثالثه كذلك، الكره الاخرانيه اللي هي الرابعه ما كندهنوها ما كنعملوا لها والو. اييه يعني اربعه الكويرات كنرش الطحين مزيان في طاوله العمل في البلاصه فين تخدم السيده تترش مزيان الطحين، وكتكون سخنات المقله الثقيله ولا اي مقله عندها، راه الوصفه ناجحه في اي مقيله غير تكون العافيه مهيله، تكون المقيله سخونه والعافيه تكون مهيله. صافي كنرشوا الطحين وكتورق السيده هذوك اربعه ديال الدوائر كلهم دقه واحده بيعطوها دائره واحده، تورقهم كاملين حتى كيبانوا ليها تورقوا دائره ما تكونش كبيره ثاني بزاف حيت الكريات راه درناهم صغيورين. ايه مفهوم. كتورقها وكتمشي تحطها مباشره في المقيله، راه غير يعني تحطها تتشم داك الصهد، يعني كي كتحطها كتعاود تقلبها ما تخليهاش تحمر، غير تحطها وتعاود تقلبها وراه كيبانوا ليها تنفخوا دوك الورقات كيتنفخوا كيولي بحال بطبوطه كتنفخ، كتزولها بلا ما تحمر بلا ما والو، وديك الساعه تحل دوك الوريقات راه كيعطيوها اربعه الوريقات دقه واحده ومورقين راه شفافين بزاف بزاف. وراه هاد الورقه هادي السيده حتى بغات تحافظ عليها ديرها غير في الثلاجه، غير تعملها في البلاستيك الغذائي ديال المجمد وهكا في شي منديل وتتبقى راه كتبقى مده طويله، ولا في المجمد راه ما كتحتاجش الزيت من بعد وكتبقى طريه المده اللي بغات. اييه وطريقه سهله، يعني المستمعات الى التزموا بهذه الطريقه ان شاء الله غادي تصدق لهم المره الاولى. الله يعطيك الصحه ام شمس. كتجي غزال. الله يبارك فيك اختي سناء، ما تفضلوش قدامك. بارك الله فيك انت مرات الخير. بارك الله فيك. ما شاء الله على البرنامج صراحه، نعم السيده ونعم المراه. الله يبارك فيك. الله يعطيك الخير. بارك الله فيك. الله يكبر بك. عندنا واحد الليموناده منعشه صراحه، تجي زوينه هكا في الصيف. غادي نحتاجوا فيها اربعه ديال الحبات ديال الحامض سيترون داك الكبير. غادي نحتاجو 18 وريقه ديال النعناع. مرحبا بكم على التسجيل. غادي نحتاجو كاس الا ربع ديال سنيده السكر على حسب الذوق، المهم انا كاس الا ربع. وغنحتاجو اطرو ديال الماء. الطريقه غناخذو داك السيترون من بعد ما غسلناه مزيان، غادي نحاولو نحكو ليه ديك القشره الصفراء
هي بالصفرة ما نوصلوش البيضة باش ما يمرش لينا العصير. ونديرها هكا في شي بول وندفو عليها دوك الوريقات ديال النعناع دوك 18 الوريقة. ونضيفوا عليها داك الكاس لاروف ديال السنيدة. ونفركوا مزيان 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 هاد العناصر يعني القشور نتاع الحامض مع الوريقات النعناع والسنيدة نفركوهم مزيان حتى ديك النعناع تيتفرتت. انا راه باش ما فركنا مزيان باش ما داك الزيوت الطياره اللي كاينه في دوك القشور الحامض كتعطي مزيان في العصير. من بعد ما كنفركوها كنكونوا عصرنا داك الحامض اللي حكينا القشور ديالو عصرناه كنضيفوا على داكشي اللي فركنا في الاول داك العصير ديال الحامض كنضيفوا عليه وكنحركوا مزيان وكنضيفوا السيترو ديال الماء. كنحركوا كلشي وكنغطيو هذاك الاناء كنغطيوه وكنديروه في الثلاجه ساعه مره نفكروه هكا ونحركوه غير باش تذوب لينا ديك السنيده بسرعه. ملي كدوز نص ساعه كنعاودوا نخرجوه كنضيفوا السيترو ديال الماء اللي بقى لينا الاخر اللي كمان سيترو وكنحركوه وكنصفيوه جوج الخطرات وكتقدمي هكا مع لي كلاصون وريقه النعناع وطريف ديال الحامض كيجي منعش كيجي منعش الدراري الصغار. يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك فيك اختي سناء. ان شاء الله نعطيكم واحد الشباكيه الفران تجي جديده بزاف. بالنسبه لشباكيه الفران كنحتاجوا فيها في المرحله الاولى انا حيت نخلي لنا واشي صراحه يباتوا باش تجي جديده بزاف كنحتاج يعني نعطيها كميه قليله والسيده الا بغات تذوب المقادير. غنحتاجو فيها ربعه ديال الطحين فورص 25 غرام ديال اللوز تقريبا واحد جوج معلقات ديال اللوز اللي مطحون دائما خضر مطحون بالقشره ديالو مغربل. وبالنسبه للسيدات اللي كيتعذر عليهم حيت ديال المشكل في الشباكيه وهو ان ما كيتطحنش مزيان اللوز كتبدا تقطع معنا العجينه اما نطحنوه ونغربلوه ولا نطحنوا داك اللوز والزنجلان ونزيدو عليهم معلقه صغيره الطحين ونعاودو نطحنوه داك الطحين كيتشرب دوك الزيوت وكيتطحن مزيان. انا هادي هي طريقتي فيه. قلنا 250 غرام ديال الطحين 25 غرام ديال اللوز مطحون بالقشره ديالو ومغربل 25 غرام ديال الزنجلان كذلك مطحون ومغربل نص معلقه صغيره ديال النافع مصهد ومطحون ومغربل نص معلقه صغيره ديال حبه حلاوه بنفس الطريقه نص معلقه صغيره ديال القرفه وشويه ديال مسيكه حره. هادشي كله كناخدو كنغربل كلشي في دقه واحده وكنحركهم وكنديرهم انا في واحد البواطه وكنخليه يبات بهذه الطريقه يعني ستكون سيده وجداد كاع العناصر ديال الشباكيه تهنات منهم وفي نفس الوقت كدوك العناصر كيتلقوا في بعضياتهم كتعطي الشباكيه كتشم ريحتها منين ولين. الو الو كنسمعوك عيطت فضل ام شمس. اي من بعد في الغد كناخذوا داك النواشف اللي ليله كامله كنديروهم في واحد القصريه وكنضيفوا عليهم هذه المرحله الثانيه كنضيفوا عليهم شويه ديال الملحه ربع خماره ديك الخماره ديال الحلويات الحمراء الربع ديالها الربع ديالها كنضيفوا طريقه واحد شويه ديال الخميره الخبز يعني واحد طريقه قليله وكنضيفوا ربع كاس ديال الزيت اللي ربع كاس اللي مخلط ما بين الزيت البلديه وهذا والزبده مذوبه يعني ربع كاس يكون مخلط. الا بغات السيده انها تجيها تجيها هشيشه بزاف كتغلب دائما الزبده على الزيت. بغاتها تجي مقرمشه كتخليهم بحال نفس القياس كمية متساوية. ربع كاس يكون مخلط ما بين الزيت البلديه والزبده معلقه كبيره ديال الخل شويه ديال الزعفران مذوب شويه الماء ولا ما ظهر روح واحد جوج قطرات ثلاثة ديال روح الزهر معلقة صغيرة ديال السكر مع بغينا نحمروها في الفران باش تحمر لينا معلقة صغيرة ديال السكر صافي كناخدو هادشي كامل وكنخلطوه ومن بعد كنضيفو داك نحتاجو الماء زهر والماء تقريبا كاس لاروب كيجمع هاد العناصر ما بيناتهم مخلط ما بيناتهم كاس لاروب مخلط ما بين الماء والماء زهر المهم يكونوا دافيين باش ما تعذبناش تتدلك بسرعة كندفيوهم وكنجمعو بهم هاد العجينة هادي كندلكوها صافي ديك الساعة كنقطعو هكا كويرات كل كورة كنفتحوها وكنديروها الفيتاج بحال بغينا نديرو لاباط فيتي باش كتجينا مرقه فاش كتدخل الفران هكا ثلاثه الكرات ولا اربعه كنحلوهم وكن هكا بالطول وكنطويوهم بحال بغينا نطويو المسمن بحال هكا صافي وكنحطوهم في بلاستيكه من بعد كناخذو من اول وحده وكنفتحوها بالطول وكنقطعوها هكا تيجينا بحال مستطيلات صغيورين بهذه الطريقه ما كتكونش عندنا بزاف العجينه الشيطه كيدوز كلشي في الماكينه كتجي هي هذه
مفهوم اختي سنه صافي. كناخذوا هذيك العجينه ديالتنا كنورقوها وكندوزوها في الماكينه. انا الماكينه بالنسبه لدي الفران كندوزها غير في رقم خمسة باش ما كتكونش رقيقه بزاف باش ما تهرسش لينا الماكينه. اها وكناخذوا داك الطاوه ديالتنا كنصطفوا في هذيك الشباكيه من بعد ما شبكناها. التشبيكه اللي بغات تسكي يعني انا كاين دابا تبارك الله شكيلات انا كندير ديال سته كنطوري وحده من الفوق وحده من التحت كتحل السيده راه كتعطيها تشبيكه مرقه وزوينه صافي. كتصطفها في الطاوه ومنين كتكمل التشباك كله كتاخذ شويه ديال الزيت النباتيه غير شويه وكتبدا تهز ديك ديك الشيطه باش كندهنوا وكتبدا تهز شويه الزيت وتتحط فوق من فوق من ماشي ماشي كدهنها غير كتهز شويه الزيت وكتحط فوق من كل شباكيه باش تنزل معها هذيك شويه ديال الزيت غير شويه صافي حتى كنكملوا باش ما تجي باش ما تجي كامله باش ما تجيناش ناشفه صافي. كنكونوا سخنا الفران نقصناه مزيان كندخلوا الشباكيه ديالتنا كتاخذ من 15 حتى 20 دقيقه كتبان لنا تحمرات من تحت كنعاودوا نحمرها شويه من الفوق وكنخرجوها ملي كتخرجوها مباشره للعسل بارد مباشره وكنخليوها. هنا السيده بغات انها تعسلها مباشره مرحبا، ما بغاتش كتخليها حتى كتبرد وتسالي عاد ديك الساعه كتسخن العسل يكون سخون والشباكيه بارده. المهم واحد فيهم خاصو يكون سخون باش تشرب مزيان صافي. كتخليها حتى تشرب العسل وكتقدمها فيها وتقدمها مع الزنجان كتجي صراحه صحيه اكثر وكتجي ناشفه. اييه يعني كتجي بنينه مقرمشه وفي نفس الوقت ناشفه يعني الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. الله يبارك في اختي سناء باقي شويه الوقت واخا غادي نضيف لنا اقتراح واحد. نعطيكم الشوفان كراميليزي صراحه كيجي زوين هو كيتباع شويه غالي وكنبغيو نزينو به هكا لي طاخت والكيكات وداك الشيء وصراحه كيجي لذيذ. غادي نحتاجو فيه 100 غرام ديال الشوفان 60 غرام اولا 3 معالق كبار ديال السكر كلاصي 60 غرام ديال الزبده ولا جوج معالق ديما الزبده تكون ممتازه باش تعطي بنه اكثر وقبيصه ديال الملح. ايه هذا الشيء كامل وكتعملو السيده في واحد المقيله وكت فوق النار اللي تكون مهيله كتبقى تحرك على نار مهيله حتى كيبان لينا داك العناصر كلهم دابوا والشوفان بدا كيتحمر. ما تخليش السيده يتحمر بلاقيت لان فيه السكر غادي يبقى شاد السخونيه غير كيبان لينا الذهب كنطفيو عليه وكنخليوه في نفس المقله حيت باقي مذهب مره مره كنتفكروه يعني الا ما تبرد المقيله كنبقاو نحركوه حتى كيبرد وكياخذ اللون ديالو راه كيبقى مقرمش مده طويله. ممكن السيدات يعني تعملوا ان شاء الله في حصه اخرى ان شاء الله ونعطي السيدات استعمالات ديالو كيجي رائعين وكذلك معمرو به التمر بريستيج كيجي صراحه زوين بزاف. وكنشكرك اختي سناء ممكن واحد التحيه الله على راس العين تفضلي. الله يبارك فيك اختي، تحيه ليك وتحيه للاخت سميحه وجميع المستمعين ديال ميد راديو. كنشكرك اختي سناء شكرا بزاف بزاف على سعه صدرك وحنا اختارينا التورته. فمعنا خديجه رحمون من اسفي. الو خديجه. الو صباح الخير اختي سناء. صباح النور. لاباس الحمد لله الله يبارك فيك واش مبروكه علينا وعليك. انا فرحانه حتى ندوز معكم اليوم. الحمد لله مرحبا بك ومرحبا بالناس ديال اسفي. شكرا ربي يخليك. الله يبارك فيك مرحبا. انا عندي تورته بالفلان ديال ايديان. اييه واخا تفضلي. عندي في المقادير عندي كاس ديال الزيت. ايه عندي كاس سنيده. عندي كاس الحليب. ايه عندي كاس طحين. عندي ثلاثه تفاحات حمرين. ايه عندي فاني ديال ايديال. ايه وخماره ديال ايديال. ايه الطريقه كناخذ خلاط كهربائي كنطحن فيه هاد المقادير. كنزيد عليهم الحليب ونزيد عليهم السنيده ونزيد الزيت والطحين حتى يطحنوا مزيان. اييه وعاد نزيد عليهم هذاك الفلان ديالي ونخليه كيطحن. الخمار الفلان هذاك الصغير درتي هذاك الفلان الصغير ديال هذاك. اييه اييه هذاك الصغير ديال درهم. وكنزيد عليهم الخمارات وفاني وكنطحن داك الشيء مزيان. اييه كنفرغ هذا الشيء في المول ديالي. عاد كناخذ نضيف عليهم ثلاثه التفاحات كنطحنهم كنخلي شويه الخليط وكنطحنهم مع الخليط. عاد كنضيفهم على التورته ديالي في المول اللي باش كتجي ديك طريقه التفاحات كتجي كيجيو مزيينين من الفوق. يعني دوك ثلاثه التفاحات حمرين اللي خدينا في المقادير هادو كيطحنوا مع الخليط ولا هادوك هما اللي كتزيني بهم؟ هادو غير التزيين كيبقاو حتى الاخر عاد كيتضافوا فوق الخليط. يعني في العجين ديال التورته ما كاينش التفاح؟ لا ما كاينش التفاح. واخا قلتي لنا في هاد التورته عاودي لنا المقادير. كاس العنبه الزيت. اها وكاس العنبه السنيده وقلتي لنا كاس العنبه الحليب وكاس العنبه ديال الطحين. وساشي ديال الفاني وخماره حمراء ديال الحلوه. وقلتي لنا نخلطوا الحليب والسنيده والزيت هما الاولين وعاد ديك الساعه نزيدوا الطحين والفاني والخماره ياك. ومن بعد نزيدوا الفلون. صح
صغير ديال درهم داك الزرق. وهذا صافي قلتينا ملي نخلطوا هادشي كله مزيان ونطحنوه نديروه في المول وعاد ناخذ دوك ثلاثه ديال التفاحات حمرين هادوك شنو نقطعوهم طريفات ولا نطحنوهم؟ كنطحنوهم حتى هما مطحونين. اي مطحونين غير بوحدهم وكنزيدوهم في الوجه ديال هاد التورته. كنزيدوهم من الفوق في الوجه ديال التورته وكندخلها الطيب. اييه صحه وراحه. الله يعطيك الصحه فعلا كتجي زوينه وخاصه يعني ملي كدهنها من الفوق بناباج ولا كونفيتور يعني كتجي سوبر كلاسي. اييه فعلا عندك الحق. نمشيو للتحضير ثلاثه ديال الاقتراحات اللي هما ساهلين وغادي يعجبوكم بزاف. غادي نبداو يعني قلنا ثلاثه الاقتراحات غادي نبداو بالكفته ديال السردين يعني بالشرموله ديال الماطيشه ومن بعد طريقه تحضير ديال العجين ديال البيتزا اللي كيجي خفيف وهشيش في نفس الوقت هذا مناسب للكوتي وخاصه ان الوليدات دابا في عطله ممكن نصايبوا لهم هاد البيتزا وغادي نختموا بواحد الكلاص يعني كيجي بحال سوربي كلاص كيجي زوين بزاف بالفخيز اولا الفرومبواز على حسب اللي كتبغي ولا حسب اللي من هو متوفر. غادي نبداو اول حاجه هو انه بهاد الكفته ديال السردين بالصلصه ديال الماطيشه غادي ناخذوا كميه ديال السردين وغادي ننقيوه مزيان نحيدوا ليه القشره ديالو ونحيدوا ليه السنسول ونحيدوا ليه يعني ديك الجلده وغادي ناخذوا غير ديك الهبره غير الهبره ديال الحمراء ديال السردين هي اللي غادي نخليوها نخليوها بعد ما غسلناه ونقيناه غادي نخليوه حتى يتسقطر مزيان ملي كيتسقطر مزيان ديك الساعه فكناخذوه وضروري انه يتنشف مزيان من الماء يتسقطر ومن بعد كنشرملوه. بالنسبه للشرموله اللي غادي نديرو شويه ديال القزبر ومعدنوس على حسب اللي متوفر عندنا على حسب الكميه ديال السردين اللي حنا غادي نديرو وكنعرفوا على انه القزبر ومعدنوس والثومه مهمين بزاف بالنسبه للسردين فقلنا غادي ناخذوا واحد الاناء وغادي نديرو فيه شويه ديال القزبر ومعدنوس مكردين رقيق دريسات ديال الثومه مدقوقين مزيان واحد بصله صغيره محكوكه بالماء ديالها محكوكه في الحكاكه شويه ديال الملح شويه ديال الابزار شويه ديال الكمون شويه ديال التحميره شويه ديال القزبر يابس كيبنن هاد الكفته ديال السردين وشويه ديال الحار الهريسه اختياريه اللي تيبغيها واللي ما تيبغيهاش نهائيا او اللي كيجي حار على الاقل يزيد غير واحد الطريقه صغيره ديال الشونيه الحاره اولا ديال الهريسه لانه كتلذذ وكتعطي واحد الفرق. غادي نحتاجو كذلك كميه من الزيت البلديه تقريبا واحد نص كاس صغير ديال الزيت البلديه غادي ناخذوا واحد شويه ديال الرز غادي نسلقوه في الماء وشويه ديال الملحه ومن بعد غادي نصفيوه ملي تسلق لينا داك الرز غير داك الرز البيض العادي ملي تسلق لينا من بعد غادي نصفيوه وغادي نزيدوه على هاد المقادير نزيدو واحد شويه من اللب ديال الحامض مصير وغادي نخلطوا هاد المقادير مع بعضياتهم هاد الشرموله غادي نخلطوهم مزيان وغادي نزيدوهم على يعني الخليط ديال الكفته ديال السردين اللي حنا قلنا السردين ضروري على انه نغسلوه ونحيدو ليه السنسول والجلده فغادي نعاود بالنسبه لهاد الكفته ديال السردين بالصلصه ديال الماطيشه غادي ناخذوا كميه ديال السردين غادي نحيدو ليه نقيوه مزيان ومن بعد نحيدو ليه الجلده والقشره والسنسول وغادي نخليو غير ديك الهبره الحمراء ديال السردين غادي ناخذوا ديك الهبره فغادي نطحنوها مزيان ملي غادي نطحنوها وضروري انه السردين ملي تنقى وتحيد ليه السنسول والجلده ضروري تصفى مزيان من الماء من بعد كنطحنوه في الطحانه وكنخليو الطحانه اليدويه ولا الطحانه الكهربائيه على حسب غير هو يطحن وما يطحنش يعني حتى يولي بحال ما يعني يطحن ويحاول ان الواحد يطحنو غير بشويه باش يتحكم فيه ولا ديك الطحانه اليدويه. من بعد كناخذوا هاد السردين كنحتفظوا به على جنب هاد الكفته ديال السردين اللي حضرنا كنحتفظوا به على جنب وكنمشيو كناخذوا العطريه كناخذوا شويه ديال القزبر ومعدنوس مكردين رقيق دريسات ديال الثومه مدقوقين مزيان بصله وحده محكوكه في الحكاكه بالماء ديالها وفي العطريه غادي نديروا الملح الابزار الكمون الحميره القزبر يابس شويه ديال الهريسه اولا شويه ديال الشونيه الحاره كتبقى اختياريه واللي ما تيبغيش الحار يزيد غير واحد الطريقه صغيره ما غاديش يجي حار نهائيا. غادي ناخذ نص كاس ديال الزيت البلديه غادي ناخذ شويه ديال الرز وتقريبا نص كاس ديال الرز صغير غادي نسلقوه في شويه ديال الماء والملحه الرز البيض العادي ملي تسلق لينا نصفيه مزيان من الماء يتصفى مزيان عاد غنزيدوه على هاد الشرموله وغادي نزيدو هاد الكفته ديال السردين ونزيدو واحد شويه من اللب ديال الحامض مصير خاصة إلا كان مصيرة ديال الدار كيجي لذيذ بزاف بها يعني القشرة ديال داك الدخلاني داك اللب ديال الحامض مصير غنقطعو طريفات صغار وغادي نخلطوه مع الكفتة ديال السردين مع الرز مع هاد الشرمولة كاملة غادي نخلطو هادشي كله مزيان ثم غادي ناخدو الطاجين غادي نديرو فيه شوية ديال الزيت البلدية على عافية مهيلة وغادي نحكو عليه واحد جوج دريسات ديال الثومة ونزيدو واحد ورقة موسى وغادي نخليو هاد الزيت حتى نشمو ديك الريحة ديال ورقة موسى وديك الريحه ديال الثومه في هذاك الزيت البلديه ونقصوا عليه العافيه باش ما تحرقش لنا الزيت ثم غادي نزيدوا واحد جوج ولا ثلاثه ديال الماطيشات بلا زريعه محكوكين مزيان في الحكاكه غادي نزيدوهم على داك الزيت
والثومه او ورقه موصه، وغادي نبداو نديو ونجيبو في هذيك المطيشه حتى نشوف من الماء. ما نخليوش المطيشه بالماء ديالها، يعني نخليوها نبقاو نديو ونجيبو في هذاك المطيشه مع هاد الزيت والثومه وورقه موصه. ضروري قلنا مطيشه تكون محكوكه في الحكاكه بلا زريعه، وغادي نضيفو على الخليط محكوكه ونبداو نديو ونجيبو فيها ونشحروها حتى كتقلى لينا مزيان ديك المطيشه وكتنشف من الماء ديالها، يعني ما كيبقاش فيها الماء نهائيا. ديك الساعه كناخذو يعني هاد الكويرات ديال الكفته والروز، يعني ديال الكفته ديال السردين، وكنديروهم على شكل كويرات وكنستفوهم يعني في الطاجين. وممكن على انه في اخر مرحله لكم الاختيار، بغيتو تزيدو خيزو هكا مسلوق ديروه، بغيتو تخليو غير ديك الكفته بوحدها حتى هي كتجي مزيانه وكطيف ديك مطيشه. واللي تيبغي اللي مصايب مثلا عنده حق مطيشه مصايبه في الدار او لا حق مطيشه العادي، غادي يزيد شويه ديال الماء، الماء يكون دافي. دائما ملي كنبغيو يعني نمرقوا الطاجين وكنكونوا ديجا طيبناه، فمن ضروري نزيدوا عليه الماء دافي ولا سخون، يعني ما يكونش بارد. وكنزيد واحد شويه ديال حق مطيشه مخلطه في شويه ديال الماء وكنزيدوها وكنخليو ممكن على انه نديروا رشيشه ديال المعدنوس او لا خيط ديال زيت العود من الفوق، فكتجي هاد الكفته ديال السردين كتجي لذيذه بزاف بالصلصه ديال المطيشه. والطريقه ديالها سهله وكتجي غديوه حتى يعني غديوه ليا سهله وخفيفه، وحتى الوليدات يعني اللي ما تياكلوا السردين بهذه الطريقه يعني تياكلوه. وكيف قلت يعني ممكن انكم تزيدوا الاضافات، الفلفله الحمراء، الفلفله الخضراء، خيزو، هادو بطاطا كذلك، هادو بالخضر اللي كيداروا في الطاجين ديال السردين كواري على حسب. بغيتو تخليو كيف ما هو راه كيجي زوين، يا اما غديوه مع شليضه يا اما هو براسو كمقبل يعني في طبيصلات هكا كيتجي، لانه كيجي مشرب بزاف. وكنحطو هكا كويرات، ممكن نعاودو نزيدو شويه ديال الزيتون خضر او لا احمر، يعني ديال الزيتون الخضر ولا الاحمر مع شويه ديال الطريف ديال الحامض راه كيجي مزيان. هذا اول اقتراح ديال الكفته ديال السردين بصلصه ديال المطيشه. غادي نمشيو بالنسبه للاقتراح الثاني واللي هو عجين ديال البيتزا، واللي هو سهل في التحضير واللي مناسب انه البكوتي تصايبوا لوليداتكم. ففي العجينه الحشوه كتبقى على حسب السيدات والاختيار ديالها. في الحشوه اللي تيبغيها بالطون، كاين اللي تيبغيها بالخضره، كاين اللي تيبغيها بالصلصه البيضاء، كاين اللي تيبغيها بالصلصه ديال المطيشه، فعلى حسب الاختيار ديالكم. المهم العجين ديال البيتزا كيجي هشيش وخفيف. غادي نحتاجو كاس كبير ديال الحليب دافي، واحد ياغورت مسوس، ومعلقه صغيره ديال السكر سنيده، وربع كاس ديال الزيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز، نص كاس ديال الطحين، معلقه صغيره ديال الخماره ديال الحلوه، جوج معالق كبار ديال الحليب غبره، والطحين اللي غادي يكفانا باش نجمعوا العجينه ديال البيتزا. دقيق على حسب الخليط. غادي نعاود بالنسبه للعجين ديال البيتزا، غادي نحتاجو كاس كبير ديال الحليب يكون دافي، يعني كاس كبير ديال الحليب سائل يكون دافي، واحد ياغورت مسوس، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، ربع كاس ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز الفوريه حبيبات. غادي نحتاجو نص كاس ديال الطحين، هادشي في الاول، ومن بعد عاوتاني غادي نحتاجو الطحين مازال، وغادي شويه ديال الملحه غادي نحتاجوها، معلقه صغيره ديال الخميره حمراء ديال الحلوه، جوج معالق كبار ديال الحليب غبره، والطحين اللي غادي يكفانا. غادي نمشيو للطريقه باش تفهموا اكثر يعني المقادير فين غنوظفوهم. فبالنسبه لهاد البيتزا اللي كتجي هشيشه وخفيفه وممكن انكم تعتمدوا عليها دائما لانه كتجي زوينه بزاف، وخاصه وحنا مقبلين على شهر رمضان الكريم، يعني في يعني مائده الفطور كنبغيو شي حويجات اللي يكونوا مالحين. وهاد لي فون ديال البيتزا ممكن ديروهم صغار، ممكن تصيبوها كبيره عائليه، ممكن تصيبوها وطيبوها نص طيبه العجينه ومن بعد ديروها احتفظوا بها في المجمد في الكونجيلاتور على حسب الوقت اللي عندكم. فاول حاجه بالنسبه للعجين ديال البيتزا، غادي ناخذوا كاس كبير، هذاك الكبير كاس يعني اللي كنشربوا فيه الماء او العصير، غادي ناخذوا كاس كبير ديال الحليب دافي، غادي نزيدوا ليه واحد ياغورت مسوس، نزيدوا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، نزيدوا ربع كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، ونزيدوا معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات الفوريه. هادو غادي نطحنوهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي. ملي طحن لينا مزيان كاس كبير ديال الحليب دافي وواحد ياغورت مسوس، معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وربع كاس ديال زيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز اولا الفوريه حبيبات، غادي نطحنوهم مزيان، وغادي نضيفوا ليهم نص كاس ديال الطحين. غادي نزيدوا ليهم نص كاس ديال الطحين، وغادي نخلطوا هادشي كله مزيان. ومن بعد هاد الخليط اللي حصلنا عليه غادي نخليه جانبا نغطيه ونخليه حتى كيخمر وكيرتفع، يعني كيطلع لينا بحال كيفوت الحجم ديالو كيف خليناه في الاول. ملي غادي يطلع لينا مزيان هاد الخليط، غادي نضيفوا ليه
شويه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال الخماره حمراء ديال الحلوه، وجوج معالق كبار ديال حليب غبره حليب بودره، وغادي نخلطو وغادي نزيدو الطحين اللي غادي كفانا باش يتجمع لينا هذوك السوائل. يعني نبقاو نزيدو الطحين، عندنا ميزاننا غير حفنه بحفنه الطحين من نوع جيد يكون مغربي مزيان، وغادي نبقاو نزيدو شويه بشويه، وحنا كنخلطو غير بسباتول ما كنطحنو ما والو، غير بمعلقه ديال الخشب حتى كيتخلط لينا العجين وكتجمع لينا وكنحصلو على العجينه اللي هي رطبه ومرخوفه. هذا بالنسبه للعجين ديال البيتزا، هذه هي الطريقه. يعني خذوا واحد كاس كبير ديال الحليب دافي، زيدوا ليه واحد ياغورت مسوس، زيدوا معلقه صغيره ديال السكر سنيده، وربع كاس ديال زيت الزيتون زيت البلديه، ومعلقه كبيره ديال الخميره المعجونه ديال الخبز ولا الفوريه حبيبات. هاد المقادير كلها غادي نطحنوهم مع بعضياتهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي حتى يطحن لنا مزيان داك الحليب دافي مع ياغورت مسوس مع السكر سنيده مع الزيت البلديه مع الخميره المعجونه ديال الخبز. ملي كنخلطوهم مزيان وكنطحنوهم في الكاس الخلاط الكهربائي، كنعاودو نضيفو ليهم نص كاس ديال الطحين فورس من النوع الجيد، وحنا كنخلطو مزيان حتى كيتخلط لينا هاد المقادير مع بعضياتهم. واللي حصلنا عليه غادي نخويو في واحد الاناء وغادي نحتفظو به على جنب ونغطيه ونخليوه حتى كيخمر وكيتهز شويه، يعني كيرتفع في الحجم ديالو هاد الخليط اللي حنا حلنا في الاول مع داك نص كاس ديال الطحين، وخليناه حتى كيخمر مزيان. من بعد ملي كيخمر لينا وكنحسو بواحد شويه، يعني واحد المده غادي نشوفوا داك الخليط اللي حنا درنا يعني طلع في الحجم ديالو، ديك الساعه صافي كنعرفوا راه خمر. وديك الساعه كنزيدوا على داك الخليط نيت ديك البلاصه في داك الاناء، نختاروا غير شي اناء يكون غارق شويه، ديك الساعه غادي نضيفوا شويه ديال الملحه ومعلقه صغيره ديال خماره حمراء ديال الحلوه، وجوج معالق كبار ديال الحليب غبره، وغادي نبداو ندخلوا الطحين اللي غادي كفانا حفنه بحفنه الطحين مغرب مزيان. يعني كاين مقادير الاولين، يعني المرحله الاولى اللي كنخليو هاد المقادير يرتاحوا ويخمروا. من بعد ملي كيخمر لينا داك الخليط كنزيدوا عليه قلنا كبيسه الملح، معلقه صغيره خماره حمراء ديال الحلوه، جوج معالق كبار ديال الحليب غبره، وكنبداو نضيفوا الطحين شويه بشويه، وحنا كنخلطوا هاد المره غير بسباتول، غير يعني بسباتول بالمعلقه ديال الخشب حتى كتجمع لينا العجينه، وكنحصلوا على العجينه اللي هي رطبه مرخوفه ديال البيتزا. ناخذوا العجينه نقسموها على شكل كويرات، لانه كتجي عجينه حجم واحد، غادي نقسموها على شكل كويرات وغادي نغطيوهم يرتاحوا شويه. من بعد كنطلقوهم بالمدلك، يعني مع شويه ديال الطحين، ولا كاين اللي يعني كيدير شويه ديال الطحين ولا شويه ديال الفينو او شويه ديال السميده على حسب كل واحد شنو كيبغي. وديك الساعه كنورقوها مزيان وكنتكوها بالكوردون او بالفرشيطه، يعني العجينه باش ما تنفخش لينا. وملي كنتكوها ديك الساعه لكم الاختيار، اما نديروها المول العائلي اما نديروها فرديين، ممكن ندخلوهم نص طيبه يطيبوا لنا نص طيبه، او نديروهم في المجمد وقت ما بغيناهم نخرجوهم ونديروا الصلصه اللي بغينا. بالنسبه ممكن انكم كذلك حتى في العجينه ممكن تزيدوا كي اللي تيبغي في العجينه المذاق ديال الزعتر، يعني ديال البيتزا اللي كنديروا في البيتزا، اما هذاك اللي يعني عشبه اللي كيكون وريقات غير هو تيكون نحاولوا اننا ندوزوا على كف ديال يدينا هو يابس باش كيتفرتت. وكاين كذلك الزعتر اللي هو بودره اللي حتى هو كيجي مزيان، واللي غالبيه الوليدات يعني كاين اللي تيبقاو يفرجوه ما تيبغيوش مثلا باين دوك الوريقات ديال الزعتر مثلا في البيتزا، فممكن انكم تاخذوا مع العطار اولا تطحنوه يعني تنقيه وتقادوه ويتيبس ومن بعد تطحنوه على شكل بودره، راه كيجي مزيان حتى هو وكيضاف. ممكن ديروه في الزيت البلديه وتخليوه حتى كيطلق مزيان، ولا ممكن ديروه مباشره في العجينه كترشوه وكيتخلط معها. قلنا بالنسبه لهذه العجين ديال البيتزا اللي ممكن انكم تجربوها، وبالنسبه يعني للتزيين اولا بالنسبه للحشوه لكم الاختيار على حسب اللي موجود، صلصه ديال المطيشه البصله الفلفله، ممكن انكم ديروها فيجيتاريان يعني غير بالخضره، يعني غادي تاخذوا غير القرعه الخضراء وتاخذوا الدنجال تحيدوا لي القشره ديالو، وتاخذوا كذلك الفلفله، ممكن تاخذوا هو القرعه والبصله والفلفله كيجيو مزيانين، والدنجال غادي تاخذوهم وغتحاولوا انكم تنقيوهم. بالنسبه للقرعه الخضراء حاولوا انكم تخليوها بالقشره ديالها وغادي تقطعوا على شكل شرائح رقيقه. هذيك الموس اللي بحال ماكينه الحصانه، هذيك الموس اللي بحال ماكينه الحصانه اللي كنقيو به البطاطا اللي كنقيو به الخضراء، هذاك هو اللي نقطعوا به الدنجال، هو اللي نقطعوا به يعني القرعه الخضراء الكورجيت، وكذلك البصله تكون البيضه، وهادشي كله كنشحروه ولا ممكن تدخلوه في الفران اولا ديروه في هذيك الاله ديال البانيني، ديك البانينوز ممكن دهنوها بشويه ديال الزيت وتحطوها وتنزلوا عليها باش كيجيو فيها على شكل خطوط بحال ديال الشوايه، يعني كيكونوا بحال مشويين. بالنسبه لهاد الخضره خلطوها بالزيت العود مع شويه ديال هاد الزعتر بودره اولا يابس، ملي تخلطوا مزيان اما دخلوهم الفران
اما حاولوا انكم ديروهم كيف ما قلنا الاله ديال البانيني وخليهم يعني حتى كينزلوا، وخاصه هما مقطعين بحال الوريقات فراه دغيا كينزلوا دغيا تيطيبوا كيجيو نازلين، وديك الساعه لكم الاختيار قطعوهم هكا طريفات وديروهم. ممكن ديروا الصلصه البيضاء بالفرماج او الصلصه ديال الماتيشه، غير ودائما في العجين ما نكثروش الصلصه ديال الماتيشه حتى تجي غالبه، كندهنوا بها غير شويه. ممكن حتى انه ديك لاصوص الجيريان، لاصوص الجيريان ديال تاكوس راه هي كتجي مزيانه، ممكن انكم تاخذوها ولا صلصه الهمبرغر غادي تدهنوا بها هي الاولى في العجين ديال البيتزا، ومن بعد ديروا الفرماج محكوك، وعاد ديك الساعه ديروا هذه الخضيره وديروا عاود ديروا الفرماج محكوك من الفوق، ورشوا بشويه ديال الزعتر مع خيوط من زيت البلديه. ممكن ديروا فلافل الوان مع صلصه الماتيشا، ممكن سوسيس، ممكن سيرومي على حسب الرغبه، ممكن الطون، غير هو ملي نديروا الطون لانه ما كتجي فين طيب حتى كينشف الطون، فمن الاحسن على انه ندخلوها بالفرماج ديالها، يعني ندخلوها بالخضره ديالها بالحشوه ديالها حتى كطيب مزيان، وملي كنحسوا بها طابت وبغينا غير تجي مقرمشه يعني صافي ديك الساعه كنعاودوا نخرجوها واحد شويه وكنديروا عليها طبقه ديال الطون ونديروا فوق منها كنغطيوه بالفرماج باش كيدوب عليه وكيبقى الطون، لانه اصلا الطون طيب فما يحتاج اننا نشفوه في الحشوه. نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد الاقتراحات، وغادي نختموا بالاقتراح ديال الكلاص واللي حتى هو كيجي مزيان مزيان بزاف. بالنسبه للكلاص لكم الاختيار، اما ديروا الكلاص بالفخيز اولا بالفرومبواز. المقادير ديالو سهله، غادي نحتاجوا ربعه ديال الفرومبواز ولا ربعه ديال الفخيز، يكونوا في الكونجيلاتور مجمدين مزيان يعني مغسولين، يعني الفرومبواز ولا الفخيز غادي نغسلوهم مزيان نشفوهم مزيان من الماء، ومن بعد نديروهم في الكونجيلاتور، ومن بعد اللي بغينا نديروا هاد الكلاص غادي نخرجوهم من الكونجيلاتور سواء فريز ولا فرومبواز ولا فواكه حمراء اللي عندكم. وغادي نحتاجوا 3 معالق كبار ديال الحليب مركز محلى، عصير ديال نص ليمونه، وهادو هما المقادير. الطريقه ديالهم ساهله، قلنا غادي ناخذوا ربعه الفرومبواز اولا ربعه ديال الفخيز، غادي نغسلوهم مزيان نقيوهم ندخلوهم المجمد منشفين من الماء، ندخلوهم الكونجيلاتور المجمد حتى كيجمدوا مزيان، من بعد كنخرجوا هاد الفريز اولا فرومبواز اللي غادي نطحنوا على شكل كلاص، غادي نضيفوا ليه 3 المعالق كبار ديال الحليب مركز محلى وعصير ديال نص ليمونه، وغنطحنوا هادشي كله مزيان، غادي نطحنوه من بعد غادي نعاودوا نرجعوه واحد البواطه الكونجيلاتور المجمد يقبط راسو مره اخرى، وديك الساعه كنقدموه اما نهزوه هكا بهذاك يعني المعلقه ديال الكلاص باش يجينا على شكل ديبول هكا مدورين. وهادو مشكوره جدا الاقتراحات ديال المستمعه لبنى الاشاب اللي كنوجه لها تحيه كبيره، هاد الثلاثه ديال الاقتراحات الكفته ديال السردين وكذلك يعني هاد الكلاص وهاد العجين ديال البيتزا. كاين واحد الكلاص كذلك حتى هو يعني كيعجبني بزاف ونتمنى انكم تجربوا لانه كيجي زوين بزاف ومعتمد عندي، وخاصه يعني في هاد الوقيته دابا مع هاد الجو، ودابا الفريز يعني موجود بزاف. فغادي تاخذوا كميه ديال الفريز غتنقيوها من داك الطريبيش الخضر ديالها وتغسل مزيان وتنشف مزيان، وغادي تدخلوها المجمد. الفواكه اللي غادي نديروا في هذا الكلاص هو انه اللي موجود عندكم، غير هو بحال دابا مثلا جربوا هذا ديال الفريز مع البنان، غادي تاخذوا تقريبا واحد مثلا على حسب عدد افراد الاسره، مثلا واش 10 الحبات ديال الفريز يكونوا كبار ولا اكثر مثلا ولا اكثر على حسب. غادي تاخذوا كميه ديال الفريز غسلوها ونشفوها مزيان من الماء، وغادي تاخذوا البنان كذلك، غادي تاخذوا البنان وغادي تحيدوا ليه القشره ديالو، هو راه واخا كيتجمد يعني في الكونجيلاتور ملي كنبغيو نخرجوا هذاك البنان واخا بالقشره ديالها راه دغيا كتحيد، غير هو كتولي تنقيها بحال كتنقي شي مطيشه لانه كيكون فيها بحال الخيوطه يعني كيبانوا فيها دوك الخيوط ديال البنان، فكتنقى بحال يعني ممكن اننا نضربوا حتى واحد الجهه منها. فداك الشيء علاش ملي نبغيو مثلا نديروا هاد الكلاص غادي ناخذوا واحد البواطه اللي كتسد وغادي نديروا فيها كميه ديال الفريز منقيه ومنشفه مزيان، ونديروا مثلا جوج ولا ثلاثه ديال البنانات مقشرين يعني بلا قشره ديالهم، ممكن عندكم مثلا ليمونه ولا جوج راه حتى هو كيجي مزيان، يعني ممكن بعد ما كنخلطوا هادو ثلاثه الفريز مع البنان مع الليمون، ممكن ديروا الفريز مع البنان بوحدو، ممكن ديروا الفريز مع البنان واختاروا اي حاجه عندكم، بقى لكم طرف ديال المونغ ولا طريف ديال الاناناس ولا طريف ديال الكيوي، هادو كلهم كيجيو يعني دي فروي اللي هما اكزوتيك يعني كيجيو مزيانين. فغادي ناخذوا هاد البواطه نسدوا على هاد المقادير، نسدوا على الفريز نسدوا على البنان في ديك البواطه اللي هما منقيين، ونسدوا على طريف ديال الكيوي ولا طريف ديال الاناناس ولا طريف ديال المونغ على حسب اللي متوفر عندنا. هاد ثلاثه الفواكه كيوي مونغ اناناس كيبقاو اختياريين حتى توفروا عندنا عاد نديروهم. بالنسبه للوصفه الاساسيه ديال هاد الكلاص غير الفريز مع البنان، نقيوهم البنان تا هو نحيدوا ليه القشره ديالو نسدوا ليه في واحد البواطه وندخلوه المجمد حتى كيقبط راسو مزيان. من بعد ملي كنبغيو نديرو كلاص كنخرجوا هاد البواطه اللي فيها الفريز والبنان، غادي نخرجوها وغادي ناخذوها ونديروها في الطحانه، اما الطحانه اللي كطحن اولا ديك الطحانه اللي كنديروا فيها لاصوب ديك الطويله
حتى هي غير هو من خرجوا نخلي واحد شويه غير تينزل يعني ماشي بزاف يبقى قابط راسو يبقى مجمد بارد ولكن كنحسوا بانه داك الثلج بدا كيذوب منه كنقطعوا طريفات بكل سهوله داك الفريز وداك البنان وكنديروهم في الكاس ديال الخلاط الكهربائي ولا في هذيك اللي غنطحنوا فيها شنو غنزيدوا لها كاضافات غادي نزيدوا معلقه كبيره ديال العسل العسل يكون جاري ما يكونش قابط راسو باش ما يتعلقش لينا غير في هذيك الموس ديال الخلاط يعني معلقه ديال العسل يكون جاري ربع هاد الوريقات ديال النعناع بلا السيقان يعني غير الوريقات ديال النعناع غادي نقطعوهم بالمقص اولا نقردوهم رقيق وغادي نزيدو قطرات ديال الحامض يعني هادو هما المقادير اللي فيه وخاصه بالنسبه لهذا يعني كيجي طبيعي يجي غير من يعني كلاص غير من الفواكه ممكن تعطيو الوليدات خاصه اللي تيبغيو هاد يعني الكلاص بالفواكه وحتى الكبار غادي يعجبهم بزاف وخاصه وانه في غير معلقه ديال العسل فقلنا الفريز والبنان مجمدين مزيان غادي نطحنوهم مع معلقه كبيره ديال العسل يكون جاري مع ربعة الوريقات ديال النعناع يعني غير الوريقات بوحدهم بلا سيقان وغادي نديرو قطرات ديال الحامض هذاك القطرات ديال الحامض فاش كنزيدو على الفريز والبنان وكناكلو داك الكلاص يجي منعش بداك المذاق ديال الحامض صافي وكنطحنو هادشي كله مزيان وحنا كنطحنو راه غادي نشوفو انه داك الخليط بدا كيتقال لينا بدا كيعقد يعني بدا كيجي بحال صغبي ديك الساعه لكم الاختيار بغيتو تزيدوه مع العصير كي اللي كيبغي على شكل صغبي وممكن على انكم تخليو كيف ما هو وترجعوه في البواطه ودخلوه للمجمد الكونجيلاتور ولا انكم تهزوا ديك الساعه وديروه في كويسات ولا في زليفات وتغطيوه بالبلاستيك الغذائي ودخلوا للمجمد تيقبط راسو واحد شويه وخاصه هو انه دابا ما كنبغيوش شي حاجه اللي تكون بارده بزاف فملي تدخلوها للثلاجه راه تما انه مثلا توجدوا الغداء ولا العشاء ولا فوقاش غادي تقدموا ديك الساعه كتخرجوا على تيساع وكيجي كي اللي ما كيبغيش الكلاص يكون قابط راسو مزيان ولكن يعني تخشى فيه المعلقه بكل سهوله بحال الكلاص اللي كناخذوا يعني في المطاعم ديال الوجبات السريعه ما تيكونش مجمد بزاف وفي نفس الوقت يعني ما تيكون سائل فراه كيجي زوين بزاف غير هو اللي تيبغي هو تيجي يعني تنحتفظوا غير على الحلاوه ديال الفواكه اللي حنا دايرين مع ديك معلقه ديال العسل هذا كتبقى يعني وصفه نوتر اللي ما فيهاش الحلاوه بزاف غير هو الا بغيتوا انكم مثلا الوليدات كيبغيو شويه ديال الحلاوه وممكن انكم تزيدوا مع هاد المقادير اما ياغورت مسوس اما ياغورت ديال الفاني اما معلقة من الحليب مركز محلى اللي تيكون حلو فلكم الاختيار فكاين اللي تيبغي الكلاص في غير ديك المعلقة ديال العسل وكاين اللي تيبغي مثلا في غير معلقة ديال العسل وفي نفس الوقت تيبغي عاقد بزاف راه ممكن تزيدوا الحليب مركز مسوس يعطيكم ديك العقوديه ديال هذاك الكلاص وفي نفس الوقت مذاق مسوس غير ديك الحلاوه ديال الفواكه وديك الحلاوه ديال العسل ممكن ديروا ياغورت مسوس اولا الحليب مركز غير محلى يعني مسوس اولا ياغورت مسوس ممكن تزيدوا كاضافات غادي يجيكم كونسونطري يعني عاقد وفي نفس الوقت غادي يجيكم يعني محلوش بزاف ممكن كيف قلت الا بغيتوا تزيدوا الحلاوه راه من الاحسن ما ديروا السنيده وديروا معلقه ديال العسل وزيدوا الحليب مركز محلى معلقه منه اولا ياغورت ديال الفاني واحد ولا جوج على حسب الكميه ديال الفريز اللي نتوما درتو نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال هاد الفريز اللي ديال هاد الكلاص اللي كيجي زوين بالفريز واللي نتمنى يعني على حسب اللي نتوفر عندكم وخاصه دابا مع العطله ديال الوليدات كنعرفوا لانهم تيبغيو لي كلاص ومن الاحسن كل السيدات الفاكهه اللي عندنا في الدار عندنا البنان عندنا الفريز عندنا الكيوي خدينا مثلا البعويد خدينا الليمون نحاولوا اننا نهزوهم وندخلوهم نقيوهم نحيدوا لهم القشره ديالهم ونصدوا عليهم في بواطه وندخلوهم للمجمد الكونجيلاتور واحد شويه من بعد نخرجوهم ونطحنوهم راه كيجي واحد يعني كيطحن غير بوحدو ديك الساعه زيدوا العسل كيف قلت زيدوا الفاني ساشي ديال الفاني حتى هي كتبقى اختياريه نسيت ما قلتهاش لانه حتى هي كتلذذ فلكم الاختيار بغيتوا تزيدوا الفاني اللي كيزيد شويه ديال القرفه راه كيجي زوين بزاف مع الفريز فالمهم تفنوا ولعبوا يعني في المقادير كيف ما بغيتوا المهم يعني الوليدات ملي طلبوا كلاص في الدار حاولوا انكم تدخلوا بهذه الطريقه ديال الفواكه دخلوها المجمد ومن بعد طحنوها اللي عنده ديك الاله ديال ديك اللي كتحل لنا الفواكه على شكل كلاص هذيك ممتازه وخاصه بالنسبه للوليدات اللي تيبغيو هاد الحلويات ديك الساعه كنزيدوا لهم طريفات ديال البسكوي كنزيدوا اي حاجه مقرمشه مهم الفواكه ندخلوها المجمد ومن بعد ديك الساعه ملي طحنوها ضيفوا الاضافات اللي بغيتوا اللي غادي يزيد شويه ديال الزبيب اللي غادي يزيد شويه ديال الفرومبوس مقطع طريفات صغار اللي غادي يزيد شويه ديال الكاوكاو يعني كونكاسي محمر اللي غادي يزيد من الفوق شويه ديال الشونتي في التزيين اولا الصلصه ديال الشوكولاط من الفوق مهم على حسب الوليدات اشنو كيبغيو مهم كنعطيوهم فواكه اللي هي 100% طبيعيه نتمنى يعني تجربوا هاد الاقتراحات وبسهام
الو 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 ايهام. اهلا سناء. اهلا لاباس عليك، بقيتي شويه؟ كي دايره مع الصحه؟ الحمد لله، الله يبارك فيك. كيفاش انتيا؟ عباشركم مبروكه. الله يبارك فيك، بارك الله فيك. كيفاش الصحه؟ بخير الحمد لله. الهام ام عربي، مرحبا بك. بارك الله فيك معنا. كيبقيتي شويه؟ كيبقات لذيذه شويه؟ شويه الحمد لله. والله يزيد فرحتك. واخا لا الهام، لا الهام اللي فيك ممهنيك، لا انت ولا كل حد. قال تبارك الله، باقا يديك دار راك تبارك الله وما شاء الله عليك، الله يحفظك. يعني سيف وانت كتبارطاجي لي فيديو، انا صايبت هذه صايبت هذه، فالواحد يتحي شويه. دابا ديك النفس الوليدات ما يجلس. ايوا الواحد مريضه نوضي، ورا دابا الوليدات راه والله العظيم اللي كيشوفوا امهم مرتاحه يعني بصحه مزيانه، ماشي بحال ملي كيشوفوها واخا عيانه غير شويه، والله الا هما كيتخلعوا. راه بصح. ايوا لا ردي البال، الحمد لله هادشي اللي كاين. الله يرزقنا الصحه كامل. هادشي اللي كاين الحمد لله. هادشي اللي كاين. فاليوم غادي نعطيكم مجموعه ديال العصائر، حنا عرفنا بدا فصل الربيع. صح واخا. وغادي يبداو العصائر. اول حاجه بغيت غير نشكر الشيف نعيمة ام عصام. إيه؟ لانني جربت العصير ديالها ديال البرتقال والجزر والمشمش. اييه اييه وجا غزال غزال. وما فيها بس نعاود نذكر واخا مزيان المستمعات اللي ما سمعوش، لان فعلا العصائر ديالها ممتازه. اييه عصير البرتقال والجزر والمشمش للشيف ام عصام، اللي فيه سترو ديال عصير البرتقال، فيه جوج ديال البنانات، فيه ربعه ديال المشمش اللي طيب في الماء، وانا احتفظت بالماء اللي طاب فيه المشمش. اييه نص كيلو ديال خيزو هو طايب في الماء، واحتفظت بالماء ديال السلق ديالو. أيه؟ عصير ديال جوج حامضات والسكر على حسب الذوق. أيه؟ خلطنا هذه المكونات كلها في الخلاط، وانا ضفت ليه معلقه فقط ديال السكر. صافي. وزدت معاه نص لتر ديال الماء باش جاني العصير ماشي عاقد بزاف. والله سناء جا غزال، وشكرا لها من هذا المنبر. بصحتك الله يبارك فيك. نتمنى المستمعات يعني يحضروا حتى هما. هذاك الشيء قلت ما فيها بس نذكر. مزيان. غادي نعطيكم واحد العصير ديال الباربا. حنا كنعرفوا الفوائد الباربا للوليدات اللي ما تيبغوش ياكلوها، فبهاد الطريقه غادي يشربوا. غادي يحتاجوا باربا كبيره اللي مسلوقه، وواحد ياغورت ديال الفخيز، وعلبه ديال الحليب المركز الغير محلى هذاك اللي كيتباع، ونص كيلو ديال البنان، والسكر دائما على حسب الذوق ديال كل سيده. صحيح. كنديروا هذه المكونات كلها في الخلاط الكهربائي، وكنطحنوه، وإلا خاصنا الحليب نزيدو. أييه. صافي، وكنقدموه بارد بالصحة والراحة، راه كيعجب الوليدات، وتيحسب ليهم راه غير بالفخيز. هذا ما فيش الحليب سائل، فيه غير الحليب مركز قلتي. إلا خاصنا. لا، فيه غير الحليب مركز وغير محلى. إلا خاصنا الحليب نزيدو. إلا خاصنا الحليب ممكن نضيفو غير الحليب العادي. أييه. راه رائعة سناء. أييه. غنعطيكم العصير ديال الشريحه. غادي نحتاجوا ربعه ديال الشريحه اللي تكون مفوره مزيان، بخروها ما نطلقوهاش. وغادي نحتاجوا واحد نص كيلو ديال البعويد يكون طايب شويه. وغادي نحتاجوا واحد العلبه ديال الياغورت هذاك اللي فيه الفواكه المجففه. وغادي نحتاجوا ترونف ديال الحليب، والسكر حسب الذوق، لكن في هذا العصير بالضبط انا ما نحبتش السكر باش يبقى طبيعي، لان الشريحه حلوه والحليب راه حلو، الياغورت حلو، ما يحتاجش الاجاب حلو. غادي نطحنوا هذه المكونات كامله في الخلاط، ونخليوه يبرد حتى هو، ونقدموه بالصحه والراحه. اييه الله يعطيك الصحه. وغادي نعطيكم واحد العصير ديال الحمض والبرتقال، دابا كاين الحمض كاين البرتقال. غادي نحتاجوا واحد ثلاثه ديال البرتقالات كبار اللي نحكوا القشره ديالها ونعصروهم. وغادي نحتاجوا واحد الحامضه كبيره هذيك سيترون، حتى هي نحكوا لها القشره ديالها ونعصروها. وغادي نحتاجوا يطرونص ديال الماء، وكاس العنبه ديال السكر. اول حاجه غادي ناخذ هذاك اليطرونص ديال الماء، وغادي ندير فيه القشره ديال الحامض وديال البرتقال والسكر، وغادي نديرهم يطيبوا فوق البوطه واحد 21 دقيقة، كيولي عندنا انسيرو لهذاك مستخلص غير من القشور. من بعد ما كان كيبرد لينا هاد السيرو، السيرو اللي درنا تنصفيوه، وكنضيفوا ليه دوك العصير ديال ثلاثة البرتقالات والعصير ديال الحامضة، وكنديروه في قريعة وكنخشيوه الثلاجة، ونقدموه بارد كيجي رائع بزاف. أيه. وبحالو بحال ديال المحلات. اييه الله يعطيك الصحة. ومنعش شي حاجة زعما منعشة بزاف.
وباقي عصير واحد هو العصير ديال الليمون الحامض ولا الحامض. غادي نحتاجو انا درت 4 ديال الحامضات لان ولادي عزيز عليهم. كنقولوا قد ما بقى في الثلاجه هو كيبرد وهو كيزيان. درت 4 ديال الحامضات مع 2 ياغورت فاني ومع 2 كيس ديال السكر فاني و 2 يترو ديال الماء. فكناخذ هذوك 4 ديال الحامضات كنقطع مغسولين منقين غير محكوكه زعما. كناخذ انا الحامض ونغسلوه بالشيته باش ما يبقى ليش فيه حتى داك التراب. وكنقطعو طريفات صغار بالقشره ديالو ونحيد ليه غير العظيمات. وكنديرو في الخلاط الكهربائي مع نص لتر ديال الماء وكنطحنو مزيان وكنصفي وكنحط هذاك اللي صفيت جانبا وناخذ هذاك الباقي اللي صفينا وبقى ليا في الشبكه. كنعاود نضيف ليه نص لتر اخر ديال الماء ونعاود نطحنو. من بعد كنصفي هذاك الشيء كامل وكنديرو في الخلاط. نضيف ليه دوك 2 علب ديال الياغورت فاني و 2 كيس ديال السكر فاني وكاس ديال السكر. وكنطحنهم مزيان مزيان وكنديرو في واحد الاناء كبير ونعاود نولي نضيف ليه داك ليترو الاخر ديال الماء يكون بارد مزيان. يعني انت دابا ملي كطحنيهم كتصفيو حتى هذاك الشيء اللي بقى داك التخ ديالو كتعاودي نطحنو مره مع السيترو د الماء. مع السيترو د الماء وعاد عاوتاني مني كنسالي انا من طحين ونصفي داك الشيء اللي كيبقى لي في الشبيكه. كنديرو في واحد البلاستيكه وكنخبيه في المجمد الوقت اللي بغيت شي كيك بالحامض ولا شي كريمه ولا بالحامض فكنجبد منها. انا مخبيه دابا وكنخدم به. صافي مني كنسالي كلشي كنعاود نولي ضيف داك اللي طروت لك الاخير ديال الماء وكنخلطهم مع بعضياتهم وكنديروا في قريعات في الثلاجه الوقت اللي بغاو الوليدات كيشربوه لانه منعش ولذيذ في هذا الوقت. وحنا كنعرفوا الفوائد ديال الحامض وديال البرتقال في هذه الوقيته. وشكرا بزاف سناء. تبارك الله عليك إلهام. اليوم شكرا لكم بزاف وان شاء الله نتواصلوا معكم اكيد ان شاء الله في رمضان اللي احنا باذن الله الحضر ديالنا. هادشي اللي كاين الله يوفق الجميع وتبارك الله عليك الهام ام العربي. شكرا لك بزاف ما يكون بس عندك الله يزيد فرحتك ان شاء الله انت والسيدات. الله يبارك فيك شكرا لك بزاف تحياتنا لك. اذا مشكوره جدا الهام يعني قدمت لنا العديد من العصائر واللي نتمنى انكم تجربوهم يعني سواء ديال الخيزو ديال المشمش ولا البربا ولا الحامض ولا الشريحه ولا العصير ديال الحامض. وان شاء الله الى يعني واحد من هاد العصائر ان شاء الله نبداو نعاودوهم باش تكون عندكم فرصه انكم توجدوهم. غادي نعطيكم دابا غير العصير ديال الشيف نعيمه ام عصام ديال عصير الخيزو المشمش. فغادي ناخذ نص لتر ديال عصير ديال الليمون مع 2 بنانات مع 4 ديال المشمش يعني نطيبوه في الماء نسلقوه في الماء ونحتفظوا حتى بالماء ديالو لانه ما كنديروش كميه كثيره. نص كيلو ديال الخيزو حتى هو نسلقوه ونخليه في الماء ديالو لانه حتى داك الماء اللي تسلق فيه الخيزو حتى هو كينفع ويبقى فيه دوك الفيتامينات فيه. وعصير ديال 2 حامضات وسنيده على حسب الذوق الحلاوه كاين اللي تيبغي حلو بزاف كاين اللي كيبغي شويه عندنا ميزاننا. هذا هو العصير ديال الخيزو المشمش. نص لتر ديال عصير ديال الليمون 2 بنانات 4 ديال المشمش يابس مسلوق في الماء ونص كيلو ديال الخيزو حتى هو طيب في الماء وعصير ديال 2 حامضات والحلاوه على حسب الذوق. كنطحنوا هذا الشيء كله ولكم الاختيار. اللي ما بغاش انه يدير المشمش والخيزو بعد ما سلقهم ما بغاش يدير الماء ديالهم غادي يدير فقط غير عصير ديال الليمون غيطحن هذا الشيء كله مزيان ويخليه يبرد. واللي بغى من الاحسن انه اي الماء ديال المشمش والماء ديال الخيزو وخاصه تتكون كميه قليله يحاول انه وغادي يجي مزيان يعني يبقى محافظ على دوك الفيتامينات اللي فيه ديال المشمش وديال الخيزو بقاو في الماء. وفي نفس الوقت يعني ملي تيبرد وهذا تنطحنوا يخرج لنا كميه مزيانه مع داك العصير ديال الليمون. ما تبقى من العصائر ان شاء الله نعاود لكم غدا باذن الله. غادي ناخذوا معنا فاطمه من الدار البيضاء. الو فاطمه. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. لاباس فاطمه؟ على خير الله يبارك فيك. بدايه اسبوع موفقه. كي دايرين لاباس عليكم الطاقم التقني؟ كلشي على خير والحمد لله. فرحنا اللي شناك على خير والله يخلف عليك. كنشكرك بزاف على الحضور ديالك وعلى الزياره ديالك وعلى ديك القصريه ديال رفيسه اللي جبتي. الله يكبر بك. باقي كلشي تيسولني عليها. الله يعطيك الصحه تبارك الله عليك. وكنا تمنينا المستمعات تا هما يكونوا حاضرين وكنشكرك بزاف على المجهود. الله يخلف عليك بارك الله فيك. الله فاطمه الله يحفظك بارك الله فيك. حنا والله العالي العظيم والخير لكم الحمد لله. والله ما تنبغيكم تشقيو راسكم ولا تجيبوا اي حاجه. تنعرفوا يعني الله يحسن العون تنعرفوا ان الواحد كل واحد يعني مشغول ومع شحال من حاجه وهذا الشيء يعني في تماره. تنبغيونا تجيو تقصوا معنا تصوروا معنا تضحكوا معنا وكنشكركم بزاف. هادشي اللي نقدروا نقولوا.
بالعكس من اللسان أسأل كل خير هذا الشيء بالعكس احنا كنستافدوا منكم والمستمعات تبارك الله ما شاء الله عليهم راه زعما هذا الشيء تبارك الله الله يزيدوا يبارك الحمد لله الله يبارك فيك واش فاطمه اي بيتزا كتجي الا كان غير شد الوقت نعطيك غير الفقاس من بعد واخا ناخذ الفقاس لانه مبقاشنا الوقت هي عندك عندك فقاس كاين ربعه البيضات اييه كاسون ديال السنيده السكر انت الا بغيتي تنقصي المبغش الحلاوه نقصي ديال كاس وربع ديال الكوك ما ديرش غير كاسون اللي بغيتي عندك كاسون ديال الزيت الروميه قرصه الملح واحد جوج فلوس صغار ديال الكراميل والدقيق على حسب الخليط وجوج خمام هذاك الفلون الكراميل اللي كيدير معك كدا 30 ريال ياك هذه 30 واخا كتجي جات القاز زوينه كتجي مزيان بالك صحتك وراحتك اييه ربعة البيضات قلتي لنا وكاسون السنيده المهم كاسون اللي ما بغاش الحلاوي يدير عكس المهم نبقى شويه المهم اللي بغى كاسون ديال الزيت عاد شي قياس العنبه اييه وقرصه الملح وجوج فلو ديال الكراميل وجوج خمارات ديال الحلوه والدقيق على حسب الخليط أيه؟ والتزيين كناخذوا واحد شويه الماء وواحد شويه الكاكاو اييه ومن الطريقه كناخذوا اناء كنديروا فيه هذوك ربعه البيضات نضيفوا لهم ديك السنيده وشويه الملح وكنخلطوا مزيان ونضيفوا الزيت عاد نضيفوا دوك جوج فلو ديال الكراميل ونخلطوا مزيان ونبداو نزيدوا الدقيق شويه بشويه تتجمع المهم ما تكونش قاصحه تجمع وصافي وكنزيدوا دوك الخمارات في الاخر وكنديرهم على شكل حرابين وندهنوهم بداك كناخذ واحد شويه ديال الماء وكنديروا فيه داك الكاكاو ونخلطوه مزيان وندير فيه واحد حاجه نسيت ما قلتلكش واحد شويه ديال قهوه سريعه الذوبان حتى هي نخلطوه مزيان وندهنوا بهم داك الماء والكاكاو وقهوه سريعه الذوبان اييه باش ندهنوا الفقاس اييه اييه باش ندهنوا وكدهنيه كله كتسالي وتشدي الفرشيط وتشرطيه وكندخلو كنديروه يطيب من الطيبه ومن بعد كنخرجوه المهم ملي نخرجوه نخليوه حتى يبرد كاع على خاطر ما نزبوش به. اييه صافي نقطعو ما كيتهرسش يعني انا ما تهرسش ليا بزاف. اييه مزيان. ماشي حاجه قليله ماشي بزاف. صافي نقطعو مائل وندخلو الفران يطيب بالصحه والعافيه. اييه باش يتحمر الله يعطيك الصحه. بارك الله فيك. نعطيكم بيتزا كتجي زوينه راه. صافي تنسقو معاك ان شاء الله ووجدي لنا اقتراحات. الله يعطيك الصحة لا فاطمة شكرا لك بزاف وختام مسك بهذا الفقاس بالكراميل اللي نتمنى انكم تجربوه لانه تا هو كيجي مزيان الفقاس كنعرفوا انه ما كيخطا حتى شي دار وكنبغيو انه يكون دائما فبالنسبة لهذا الفقاس ديال لا فاطمة اللي هي تبارك الله اختصاصية في فن التنقاف واختصاصية في فن الحلويات بالنسبة للفقاس فيه ربعة ديال البيضات كاس حتى الكاسونس ديال السنيدة على حسب الذوق كاس ديال الزيت قبيصة ديال الملح جوج ديال الفلون صغار ديال الكراميل بالنكهه ديال الكراميل جوج خمارات ديال الحلوه والطحين على حسب الخليط فهادو هما المقادير ديال الفقاس قلنا ربعه ديال البيضات كاس العنبه السنيده كاس العنبه ديال الزيت قبيصه ديال الملحه جوج ديال الفلون صغار بالنكهه ديال الكراميل دوك كيدير ما عقلش 30 ولا 36 ريال تقريبا هذاك الفلون الصغير بالنكهه ديال الكراميل وجوج خمارات ديال الحلوه حمرين والطحين من النوع الجيد مغرب المزيان الخاص بالحلويات فهادو هما المقادير ديال الفقاس واللي كيتعجن عادي وكيتجمع عادي وكنديرو على شكل حريبلات وكنطيبو نص طيبه وملي كنخرجو نخليو حتى كيتفى واحد شويه باش ما يتفرتش لينا ونقطعو اما بموس ماضي اولا بداك الكيتور اللي كنقطعو بالورق المقوى اللي كنخليو دائما يعني خاص غير بهذا التقطيع هكا ديال الفقاس وديك الساعه كندهنو بشويه ديال الماء مخلط مع الكاكاو ومخلط مع القهوه سريعه الذوبان وكندهنوا هذوك الحليبلات ويعني وكندخلوه يعني الفران ومن بعد قلنا يعني كيتم نصطيبو وكنقطعوه على شكل مائل هذيك التقطيعه المائله ديال الفقاس ونرجعوه للفران باش يعاود يتحمر لنا واحد شويه وديك الساعه بغيتو تزيدوا فيه الزراره بغيتو تزيدوا يعني اللوز على حسب اللي بغيتو كاضافات كاين اللي كيدير فيه اللوز وزبيب كاين اللي كيدير فيه الزراره كاين اللي كيخليه كيف ما هو غير بالمذاق ديال الكراميل نتمنى تكون وصلتكم الفكره ديال كل هذه الاقتراحات اللي وجدنا لكم اليوم وبالصحه والراحه لكل المستمعات لاله مولاتي لكم تحيات كل من مهدي بن كوس اللي رافقنا في الاخراج صابر فوندا لمياء البكري في البرمجه الموسيقيه سميحه شوبي في التنسيق واستقبال مكالماتكم الهاتفيه نتمنى لكم صباح مبروك برفقتنا على ميد راديو الاذاعه القريبه منكم. Thank you.
من هاد لو تخي انا مشايه شويه نجيو هنا نديرو الدم.